المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. الصوم فرض على كل مسلم ومسلمة. دكتور زكريا سقسيك، شحال كان في عمرك كي بديت تصوم؟ فرض على كل مسلم ومسلمة بالغين. بارك الله فيك. انا يا وقتاش بديت نصوم والله مش فيت صراحة، بالك 9 ولا 8 مش فيتش. انا كان في عمري 13 سنة وكنت نسكن في ولاية طنراس وكان يجيني صعيب بزاف بزاف. حاولت كي كان في عمري 5 سنوات مي كان لي صعيب. السؤال اللي نطرحه لك وماذا بيا تروح تسقسينا، اسكو الشعب الجزائري ولادهم ابارتي دو كالاج يبداو يصوموهم، وقتاش تما يخليوهم يفطروا على روحهم؟ ماذا بيا تروح تجيب لي هذه المعلومه؟ يعني سقسيهم على الحالات اللي ما لازمش الطفل يصوم فيهم. وي خلاص نروح سقسيهم ونجيك، ماشي مشكل. الاخ محمد دريسي مرحبا بك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. واش راك لاباس؟ لاباس والله الحمد لله، تكون بخير. من واش من المنطقه؟ من ولايه طبرست. الله يبارك فيك ان شاء الله. قول لي في رمضان هذا لو كان تحكي لنا على العادات تاعكم نتوما في الصيام في المكان تاعكم كيفاش ديروا؟ حنا يسمى في ولايه طبرست المشهور انه الاكله الشعبيه المشهوره هي الحساء. الحساء هذه مشهوره يعني بعد التمر والحليب والصلاه تاع المغرب يشربوا الحساء. يعني هذه الشربه تاعكم؟ هذه الشربه تاعني. صح. ايه موراها كاين شويه قال بوراك شويه مش عارف سلايط كذا منا ونروح نصلي التراويح. خويا محفوظ مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بكم انتوما. الله يعيشك. الله يحفظك. ومرحبا بالكتكوته. واسمها الكتكوته؟ هاجر بنتي هاجر. الله يبارك، ربي يخليها لك ان شاء الله. قول لي مدام روفيا، انت من منطقه قسنطينه ياك؟ انا ماذا بيا تحكي لنا على العادات تاعكم تاع الطفل نهار يصوم اول مره واش ديروا؟ حنا نشوف في قسنطينة الله يبارك معروفة بعاداتها وتقاليدها سينية القسنطينية الله الله تنحاس. حنا نهار طفيل نهار لو بخومي جوغ تاعو اللي كيصوم هكا اي صوموه نفرحوه بلا كما نقولوا نعطيو له نشجعوه نقولوا له ان شاء الله كي تفطر نديرو لك حاجه مليحه ايتو لبسوا له حاجه تراديسيونيل. حنا عندنا في قسنطينة تاع البايات ولبسوا له شغل حاجه تراديسيونيل. نفطروا على حاجه حلوه بيان سور، حبه حبه تمر وشويه لبن ولا ونديروا له شغل القاعده من بعد كيما يفطر وكل نديروا له شغل سهره. قول لي دوكا عندكم الطفل كيصوم اول مره واش ديروا؟ حنا الطفل كيصوم اول مره غالبا واش يديروا؟ حنا الجنوب مشهور بالاغنام، يذبحوا له كبش. رمضان هذا كيذبحوا له كبش يقسموه له ياك، وهذاك هو يقولوا له باللي كل شغل الباروك تاعه. صح. تاع البركه تاعو هي يذبحوا كبش. هذا هو يذبحوا كبش يا خويا. مليح. اما نجي نصوم عندكم نعاود نولي صغير ونجي نصوم. مرحبا بك. صحة. احنا السؤال تاعنا هو صحي. تفضل. هكذا نقولوا باللي العائلات كاع ماذا بهم الطفل تاعهم يصوم اول مره ويديروا له الحفله اللي حكيتينا عليها هذه كاع. ايوه صح. وشنو من الحالات اللي طبيا احنا نقولوا للعائله بلي الافضل ان الطفل هذا لا ما يصومش؟ قادر يكون عنده دي مالادي كرونيك، قاصد بعيد الشر عنده لا غليسيمي باغ اكزومبل عنده السكر ولا سي انترديت طفل صغير مام ادولت جو بونس ك انترديت صوم هو يكون عنده لا غليسيمي. دونك انتما نسيو كيفاش نفهموه انه هذا الصيام ربي رأف بينا انه كو مثلا كون تصوم حضر نفسك وربي ما يحبش المضره الانسان كما نقولوها، يفهمها بالطريقه هذه انه ربي عطاك تسريح ليك للصغير ولا للكبير. واش الحالات الاخرى؟ ما انا تبان لي تاع لي كرونيك باغ اكزومبل اللي عندهم القلب
هما ثاني سي صعيب سي ديفيسيل باش يصوموا ميم اللي عندهم لاتونسيون سي لا ميم شوز وي لاتونسيون ثاني اللي مثلا يديروا دياليز هادو كل جو بونس انا ربي مسرح لهم ك الله يعيشك الله يعيشك. الصيام راهو حكم شرعي ما دام حكم شرعي يتبع البلوغ يعني نهار الطفل يلحق البلوغ يصوم يلحق البلوغ يصوم بصح اذا بغى قبل البلوغ يصوم ياك اذا كان قادر يعني باش يسي باش كذا منه يتعود يصوم يومين ثلاثه متفرقين مع ما يصومش يعني ديريكت هكاك باش ما باينه نص نص كما كنا ندير لهم صح في حاله ماشي في حاله مرض لا في حاله مرض ولا مش في حاله مرض في حاله مرض هي باينه بدون حاله مرض كي تكون اسوا ديزو تكون عندهم دي كونكور تكون عندهم دي اختبارات فروض حاجه كيما نقولوا حنا ممكن يمنع عليهم الصيام. الله يعيشك. هي الاجابه ماشي هذه هي بصح معليش تريح معنا ولا شوف معنا الحصه نعطوك الاجابه الصحيحه لانه الهدف من الحصه وشنو هو ان نوصلوا المعلومه لي بارون بطريقه سلسه مبنيه على الافكار اللي نجيبوها من عند الناس هذو بصح معليش حنا السؤال وشنو هو دوكا واحد طفل او حاب يصوم الطبيب يقول انت لا ما تصومش شكون واش الحاله هذه تكون عند الطفل الطبيب يقول انت الافضل انك ما تصومش يعني يكون مريض الولد هلا مثلا ايه صح. يكون مثلا مريض فقر الدم ولا كذا ايه ما يقدرش يصوم في الحاله هذه مثلا قال سكر ايه لا قدر الله ما يقدرش يصوم في الحاله هذه ايه هكذاك جبت زوج ما زالت واحده ايه ضغط الدم ثاني بعدك بالك يعني هذو امور إيه؟ صح كاين حاله خاصه هكذا باين وعامه حاله عامه يعني ما يقدرش الولد يصوم فيها حاله صحيه ماشي صحيه إيه يعني يلقاه مثلا يكون ضعيف ايه ها إيه والله واش نقول لك شوف عبالك باللي جبتها مخيطه بس احنا باينه بلا ما حش نخلوك تروح هكذاك بصح قبل ما نخلوك تروح ونعطوك الجائزه تاعنا ماذا بك تمد لنا كلمه هي على كل حال نحن نقولوا انه يعني الصيام هذا راهو فريضه ويعني هذه الفريضه تبغي يعني انسان يتعلم امور دينه اولا قبل ما وحاجه ما كلفكش بها ربي ما تكلفش بها روحك لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا هي ان شاء الله يكون رمضان مبارك على جميع الجزائريين ان شاء الله ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله استنى وينك رايح يا اخي مازال ما عطيتكش الجائزه هذه وشنا هذه راهي تحاليل شامله من عند لاكلينيك خنتوش هنا في برج البحري اللي تقدر تستعملها ليك ولا لاي واحد من الاقارب تاعك ولا تمدها له جائزه باش يستعمل هذا البيلون غراتفي ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله شكرا جزيلا الله يحفظك تشرفنا بزاف بالمقابله تاعك الله يحفظك شكرا صحيت ان شاء الله نصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله نتقربوا به للمولى عز وجل امين يا ربي وان شاء الله يا ربي يحفظ الجزائر ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي بارك الله فيكم وان شاء الله تكون هذه الرساله كنت توصلوا فيها توصل بور تو الموند وان شاء الله تكون رسائل اخرى توعي الناس توعي لي بارون ديلاف كيما قرانا دي بارون ديلاف كيما راكم تشوفوا وتوعي كاع المجتمع تاعنا ان شاء الله يا بربي سبحانه وتكون رساله هادفه ان شاء الله في رمضان ان شاء الله بربي سبحانه امين ربي يحفظك خويا محفوظ بارك الله فيكم ربي يحفظكم شكرا الله يحفظك منصف معظم الناس جابوا الحاجه تاع اللي تقول لك بلي اي طفل مريض باي مرض مزمن خاصه بون السكري او باين بصح مام الامراض الاخرين قالك بيك يكون مريض بمرض مزمن ما نصوموهش هذه جابوها صعبه حاجه ثانيه اللي ربح قال كلمه السر يقولك الا كان ضعيف يعني ماشي لاحق بصح كاينه حاجه ثانيه سكاع قالوا بلي كي يبلغ فريضه كيف واش معناتها يبلغ فهمها لنا صح اول حاجه اللي ركزت لي عليها اي طفل عنده مرض مزمن يفطر هذه مفروغ منها حاجه ثانيه انه البلوغ ماشي اول شعره تنوض لك راك بالغ لا البلوغ فيه مراحل زوج ثلاثه اربع خمس سنوات يعني كل واحد ولاش تاعو هذه معلومه الاولى الاحتلام صح روماركي ثاني انا يا كطبيب ويني في الولايات اللي سكنت فيها كاين ولايات 9 سنين 10 سنين يسيف على وليده يصوم بالسيف هذا خطا كبير خاصه وين
في لا كونسلطاسيون كوتيديان ولا بالي انت ثاني لاحظتها كاين اطفال يعانون من لا دي نوتريسيون. واش معناتها؟ في الطول تاعو في لاج تاعو نورمالمون نقولوا يوزن 40 كيلو، تلقاه يوزن 26 27 كيلو. هذا الطفل تما راهو في تاخر كبير تاع النمو، الصوم في هذه الحاله راح يضره اكثر قدر ما ينفعه. ولهذا نقولوا للاباء اننا اللي لحبيت الطفل تاعك يصوم يصوم بالعقل ساعه زوج ثلاثه، الا لقيته ما يقدرش ما تفرسيهش يكمل، خاصه في شاك يكون رمضان في الصيف ينشف يعيا يقدر ما يفقد الوعي. ولا كاين حل كما قلت لنا القسنطينيه، يبدا يصوم بالعقل نهار نص نهار نهار زوج سوايع وهكذا دواليك حتى يكمل النهار كومبلي بلا عقل، يعني ما يحطوش في حرج، يتستوه قبل بشويه بشويه ومن بعد سهل. هذه حاجة مليحة، علاش؟ باسكو كل طفل والبنية الجسدية تاعو، كل طفل والطاقة اللي يقدر يتحملها، كما قلت لكم إذا كان الطفل تاعكم أون دي نوتريسيون لا ينصح الطبيب ولا الدين أن الطفل تاعك يصوم، والصوم يكون تدريجي، قدر يكمل نص نهار نفرحوا له باسكو علاش؟ فيها ثاني الكوتي بسيكولوجيك، كي طفل تقول له تفطر حتى 12 نصفقوا لك نفرحوا بك، طفل من ذاك يحب يفرح والديه يحب يبين لهم باللي يقدر ومسكين يفورسي على روحه ويقدر يطيح في مشاكل صحيه كبيره. ولهذا في عمره 12 سنه وليدك ولا بنتك ماشي كيما طفل اخر، كل انسان وكل طفل والبنيه تاعو سي امبورطون. بارك الله فيك منصف، نشكرك شكرا جزيلا. انتم مشاهدينا احنا نقول لكم صحه صيامكم، الى اللقاء ان شاء الله في حلقه واحده اخرى. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم.